يا مساء الجمال والحب والعافية على أحلى متابعات بالدنيا، شلونكم يا روحي؟ طبعا يم جراند سمارة جيت سهاوي حطت لي ميك اب لمساتها الجميلة. أمري عاشت لي مكياج نظيف نظيف من هذا المريح على العين واللي بس يعجبكم هيجي تباوعوا له. صراحة أنا قلت لها ما عندي طلعة قوية فخلت لي فشي كلش ناعم، ويمكن هو الجمال بالنعومة اعتمدناه، وسووا لي شعري هذا الويفي الجميل شوفوا، وبقيت قلم الكحلة اللي بطن العين قلت لها لا تخلي لي على مود أراوي المتابعات الماركة الجديدة من إيف أو النيو كولكشن مال الأقلام من إيف إيش قد حلو، بس بعد هذا الفيديو أحسن. شوفوا بنات انا قلبي منطاني والله اخلي الكحل بطن العين وما اراويكم. اول شيء ماركت ايف تحفه، ابدعوا حقيقه بالكحل الاسود اللي طير العقل ومبيعاته تجنن، وتكرر كل شويه استهلاكي هذا دل على شيء، دل انه هذا القلم فعلا حلو وفعلا ينطي نتائج جميله وما يحسس العين. يعني انا من الناس حقيقه عيوني تتحسس، مو اي كحل يقدر يمشي وياها او يقدر يناسبني او يوالمني، لانه بطبيعه عيني حساسه. اوكي يعني اي قلم اخليه بطن عيني لو تدمع لو تصير حمراء فهي تلقائيا سبحان الله عيني ما تتحمل، فمو اي كحل اقدر استخدم. اما ماركت ايف الحلوه الغنيه عن التعريف بكل الالوان اللي موجوده، لكن قبل ما احكي لكم عن جماليه اللون واستخدمه قدامكم، بلد ما بي رقابة فالتقليد كلش سهل بيه، لذلك حبيت انبهكم اذا ما لقيتوا هذا الباركود بالعلبة مال الكحول معناها هذا مو اصلي، معناها احنا طبينا بمطب اخر اللي هو الكوبي وما راح نحصل النتائج الحلوة واللي نحبها واللي نريدها، راح تطلع النتائج عكسية عكس اللي اقوله، فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، جواها خط احمر لازم تنتبهون انه تاخذون الاصلي. هذا اذا ما لقيتوا الباركود معناها شنو؟ معناها شنو؟ قولوا لي شنو معناها؟ معناها مو اصلي، ما تجدون تبين فلوسك بالشرط، لازم تشيكين هذا الباركود دا تشوفوه، هذا اذا ما لقيتوا معناها انتم ماخذين الكوبي. انا بقيت عيني مفتوحه حتى نخلي صوره انا وياكم وتشوفون جمالية اللون، بس أنا أحتاج مراية صغيرة. أنا ردت مراية بس ما لقيت يا بنات، أو بالأحرى ما طلعت، يعني ما طلبت من عندهم. على مود نتكحل سوا، بس راح أستخدم هاي المراية واختاريت اللون الأخضر. على فكرة بنات أول ما تشتروه لازم تقطوه، أوكي؟ باع الجمال، واو واو، شوفوا إيش حلاته. كلش حلو بس بالسيلفي يبين اكثر. باعوا شوفوا لي الجمال، يجنن. زين نخلي الثانية اللي هو راح اختار هذا البيج او التركواز، لا بيج شنو تركواز، ماكو بيج شهد، حلاته شوفوا ليش قد جميل. بعرف خبل من احلى الالوان اللي تمر عليكم حقيقه. شوفوا خلينا الاخضر وخلينا اللون الثاني اللي هو التركواز كلش حلو، او الازرق، خلي اشوف لكم اياه بالسيلفي. شوفوا لي يا حلوات هاللونين اللي يجننون، هذا الازرق او التركواز وهذا الاخضر، معش حالاته كلش حلوات ما يحسسون العين، وقلت لكم اول ما تاخذوهم ينقطون قطه محترمه من بعدها تستخدموهم. هذا الاخضر كلش حلو وهذا التركواز، شوفوا حبيته، انا كلش حبيت اللون كلش حبيت الالوان. يلا
دولي ماركت ايف استخدموا لي اياهم وجربوا لي وسووا لي مشاركه واسوي لكم ريفيوات حلوه وانطوني رايكم. اي لاف يو قمراتي الحلوات. يلا بشهد انتو. يلا عمري حط لكم وين تحصلون هذا المنتج اللي يجنن. شوف انت بشر مدري عسل مدري ملاك وصاير لك بدون